أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ أنس الجعيدي. بداية سعد مساك. أهلا وسهلا فيكم. مركز كل صغير، مركز أكسفورد الثقافي، مركز كل الشباب، ومركز الشباب والبنات، وإحنا مركز منواكب. تطلعنا كان دائما بسبب على رؤية جلالة الملك التعليم هو أولا لطلابنا وشبابنا وبناتنا إن شاء الله. إحنا مركزنا تأسس عام 2018، مركز متخصص بإعطاء دورات التوجيهي ومتخصص بالدورات التدريبية في مجال التعليم فقط. إحنا اشتغلنا من طلاب الصف الأول لطلاب الصف التوجيهي اللي هي المرحلة الثانوية. عندنا طلاب صعوبات تعلم، دخلنا عليها صعوبات تعلم والنطق، ومركز متخصص بإعطاء توجيهي. إحنا كان هدفنا إحنا طلاب التوجيه بشكل خاص، الحمد لله السنة الماضية كان عندنا معدلات 98.4 ثالث على لواء طارق كامل اللي هو لواء ماركة، والحمد لله. والسنة هاي بلشنا مع طلاب 2004 وجيل واعد إن شاء الله في حماية الوطن وحماية جلالة الملك إن شاء الله. بس تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف اجتك فكرة إنشاء هذا المركز؟ بداية المركز إحنا كنا بصراحة يعني كمعلم أنا بالثقافة العسكرية شفنا أسلوب الترويج كان للبطاقات وأسلوب البطاقات الإلكترونية، لاحظنا إنه هذا كان في استغلال لبعض الطلاب بصراحة. يعني في كان مراكز كانت تستغل بعض الطلاب بالأسعار العالية جدا، بالأسعار العالية جدا. إحنا كان هدفنا أول ما فتحنا المركز عندنا هون فتحنا دورات تأسيس مجاني لكل الطلاب، ولحتى الآن يعني إحنا لحتى الآن موجود عندنا لجيل 2005، جيل 2005 دورات مجانية لكل الطلاب من رياضيات، عربي، فيزياء، إنجليزي، كل والكيمياء، كل هاي مجانية لحتى الآن تأسيس. واحنا هسه في عندنا صعوبة انه في منهاج جديد، منهاج كولنز الجديد اللي نزل عندنا. هذا منهاج كولنز منهاج لأول مرة باخذوه طلاب الأردن، بنواجه فيه صعوبات كثيرة انه تحويل اللغة كاملة من عربي لإنجليزي. الحمد لله قدرنا نواكب هاي المشكلة، ووضع الأساتذة اللي موجودين عندنا من أساتذة التوجيهي اللي بيداوموا مدارس عريقة جدا انهم يجهزوا دوسياتهم قبل ما يعني قبل ما يبلش المنهاج، يعني ياخذ طابعه الصعب اللي معروف عند الطلاب. بدايتنا احنا بلشنا اجتنا الفكره انه كان عندنا مكتبه تحت هي مكتبه اكسفورد. احنا صار يطلبوا بالمنطقه هاي، احنا اقرب منطقه في منطقه ضاحيه الامير هاشم كامل، كان لا يوجد ولا مركز. اغلب طلابنا يعانوا ويطلعوا على السوق فوق على سوق طبربور. يوم ما شفنا انه هذا المشروع انه بيخدم فئه كبيره من هاي المنطقه الموجوده عندنا، حبينا نساعد ونوصل رسالتنا لكل الاهالي الموجوده هون ولكل طلابنا. بس تعرفني بالتفصيل على الدورات اللي انتم عم بتقدموها. الدورات اللي بنعطيها احنا دورات من الصف الاول المرحله الثانويه. الدورات متابعه طلبه، متابعه واجبات، اوراق عمل، كافه مستلزمات الطالب موجود عندنا. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن نحكي بيميزنا المراكز الثانيه؟ بيميزنا عن المراكز الثانيه انه احنا ما اول ما يفوت الطالب عندنا بنعتبره من عائله اكسفورد، نعتبره من عائله اكسفورد، وهي العائله اللي بتتميز فيها انه بنضل مع بعض لاخر نفس، ما بنترك الطالب بنجاحه برسوبه بكل شيء، بضل معنا، بضل من بيت اكسفورد. عشان هيك احنا يعني طلابنا الحمد لله اغلب نسبة النجاح عندنا 98.9، يعني اللي برسب مادة عندنا بنحسه ما بكونش من مواد المركز الحمد لله. ميزنا عن هاي انه اول شيء كسعر احنا بنلاحظ انه طالب التوجيه ما يدفع لي 1000 دينار بالفصل ولا 3000 دينار بالفصل على مرحلة سنة. وشايفين الاوضاع في البلد بعد جائحة كورونا، تميزنا احنا بالسعر الاقل وبالعلم الاكثر. بس تحكي لي شوي عن اهم المشكلات انت عم تواجهها او واجهتها وخصوصا في ظل الجائحة.
بصراحة بالجائحة كثير علينا منها، احنا من القطاعات اللي ضررت كثير، احنا من القطاعات اللي سكرت كامل، ورغم هذا مركزنا ما ترك طلابنا في هاي الجائحة، كانوا الأساتذة رغم هاي الجائحة يجوا يصوروا الحصص أونلاين ويبعثوها لطلابنا لفترة كاملة، فترة الجائحة كاملة يجوا الأساتذة بتصريح عمل من وزارة التربية والتعليم يجوا يعطوا الحصص في داخل المركز حصص مصورة ونبعثها لطلابنا. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ إذا التقيت بصاحب الجلالة راح نشكره هو وجلالتنا على خدمتهم للتعليم وخدمتهم لشبابنا وخدمتهم لقطاع التعليم بشكل خاص وللأردن بشكل عام. وأكثر شيء من حابين نقدمه كمان بمناسبة عيد الاستقلال، حمى الله الأردن وحمى الله الملك وحمى الله الوطن وحمى الله الشعب. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أنا بالنسبة لي أنا تخصصي كيمياء، أنا بشكر أستاذ إلي في التوجيه، هو اللي حببني في الكيمياء، هو الأستاذ محمد الحموس. أستاذ كان من الناس اللي ترك بصمة بكل شخص، وأنا حبيت مهنة تخصص الكيمياء بسبب هذا الشخص، وكملت وحبيت اني اوصل انه علم الكيمياء لاكثر من طالب، وانا الحمد لله قدرت احبب الطلاب بهاي الماده وقدرت اني اوصل هاي المعلومات بشكل سلس وشكل ممتع للطلاب. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع مركز اكسبرت؟ احكي لي اكثر من موقعكم بعمان وطرق التواصل. احنا موقعنا موجود في طبربور شارع القياده العامه مقابل اسواق جبر بجانب اسواق كريم. موقعنا مجمع أبو العلا التجاري الطابق الثاني، هاتف رقم 079-09-06561. شكرا لك. أهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الأستاذ أنس على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت هاشتنا، يسعد مساك وشكرا لك.